هل لعبت المؤسسة الدينية دوراً إيجابياً أم أن دورها كان سلبياً؟ ما معنى مرجعية دينية؟ وإلى أي حدود يمكن قبولها فوق مؤسسة الدولة؟ حسين، بعتقد ما قالوا كلنا بشكل أو بآخر موافقون عليه. المشكلة في بلادنا أننا نوافق على أشياء كثيرة ولكننا لا ننفذ أشياء كثيرة. أشكر صديقي عز الدين الأصباحي ومتاح لي الفرصة، هو وكل الزملاء في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لنا موجود مع حضراتكم النهاردة، وأسعد بلقائكم وبالاستماع إلى الأستاذ عبد الحسين شعبان والدكتور يسري. في الحقيقة يمكن السؤال المحوري لبعض المداخلات ركزت عليه العلاقة ما بين السياسي والحقوق. يمكن أكون من الناس المنحازة إنه استحالة بمكان إنك تفصل ما هو حقوقي عن ما هو سياسي، وإنه ما فيش أبداً أي إمكانية. هذه اللحظة بعد 3 سنوات بنواجه خطاب يروج له بانتظام بيدعي أننا أن الحركة المصرية حقوق الإنسان هي حركة منبتة الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، هي حركة ليست بالمعنية بالهموم المعيشية للناس. والتحدي الأول هو كيف نتجاوز هذا، وأنا أزعم أن التجاوز لن يكون بتجديد ذات الخطاب الذي أنتجناه أو تم إنتاجه خلال السنوات الماضية وقبل 2011 في مصر وقبل 2010-2011 في عموم العالم العربي. لابد أن يأتي الرد بصورة مختلفة، لابد من التفكير بصورة منظمة في برامج جديدة للتوعية للتثقيف للعمل اليومي مع الناس، بمزج بين أجندة هموم اقتصادية واجتماعية ومعيشية وبين أجندة تنتصر للحقوق وللحريات المدنية والشخصية والسياسية. والله يعلم إلى أين ستذهب الأمور، فكان ذلك من الجزائر والخصوصا من الجزائر بعد 100,000 ضحية و100 مليار دولار خسارة وعشية سوداء قالوا يعني مصلحة وطنية. نتوقف نزل الجبال ونصلح. كذلك اللاتينية في كولومبيا بيصلحوا حتى هي الجيش المدن والقوات المئوية وبعدها وقفوا لأن أصبحت مثل عبثية. إذا الخوف من سقوط العبثية والتشجيع كما قلنا الثورات السلمية أدت إلى أضرار خفيفة والحمد لله، والتي يكون فيها التدخل الخارجي قوي وبارز، بينما حينما كان التدخل الخارجي قوي وبارز وأيضا عسكرت الثورة أصبح التشجيع. التدخل الخارجي بشكل عام الأساطير لا تتحرك